حسناً، إليك هذا اللغز الصغير، طويلة، بيضاء، وتراها في السماء. ما هي؟ كنت أعتقد أنها غازات الرجل العجوز، لكن لا، إذا أجبت مسارات الطائرات فأنت الفائز. لكن ما الذي يسببها؟ هل لاحظت سابقاً كيف أنك ترى النفس في يوم بارد عند زفير؟ يحدث الشيء نفسه للطائرة. درجة الحرارة عند 7600 متر فما فوق، وهو ارتفاع التحليق، متدنية جداً عند 34 مئوية. بينما يحرق المحرك الوقود، فإنه يطلق مواد مثل الماء وثاني أكسيد الكربون. يكثف الهواء البارد وأحياناً يجمد أبخرة العادم الساخن، مما يسبب ذيولاً بيضاء تشبه الدخان. لهذا السبب تسمى غالباً مسارات التكاثف. لإعطائك فكرة، تطلق طائرة بوينغ 747 حوالي 7 لتر من الماء كل 3 ثوان. هذا الكثير من الماء لتكثيفه. لكن لماذا تكون هذه المسارات طويلة أحياناً وقصيرة أحياناً أخرى؟ هذا يعتمد على الطقس. تتشكل المسارات الطويلة في الظروف الرطبة، أما انخفاض الرطوبة يجعلها أقصر. بهذه الطريقة يمكن للمسارات مساعدتك على التنبؤ بالطقس. إذا رأيتها طويلة فقد تكون هناك عاصفة قادمة. إذا تركت الطائرة مسارات قصيرة فلا تقلق، سيكون الطقس جيدا. رغم أن السفر بالطائرة شائع في الوقت الحالي، إلا أن هذه الطيور الفولاذية الضخمة لا تزال محاطة بالأسرار والخرافات التي تولد الكثير من الأسئلة. حان الوقت للحصول على المزيد من الإجابات. لماذا لا تستطيع الطائرات الطيران في الجو الحار جدا؟ الهواء الساخن أقل كثافة من الهواء البارد، مما يعني أن جزيئات الهواء تبتعد عن بعضها وتتلامس مع أجنحة الطائرة بشكل أقل مما يصعب من الإقلاع. المطلوب سرعة إقلاع أعلى ومدرج أطول، كما أن الطائرات تعتمد على آليات داخلية مختلفة والكثير منها ساخن بالفعل. لذلك عندما تكون درجة الحرارة 48 مئوية أو أكثر، قد تتأخر الطائرة لأن احتمال أن تسخن الإلكترونيات خطير. 2- هل يمكن للطائرة الطيران على محرك واحد؟ أجل، بخاصة إذا كان هناك محرك واحد. مع أنه أصبحت أعطال المحركات نادرة بفضل التطور التقني، لكنها لا تزال تحدث أحياناً. لكن فقدان محرك أثناء الرحلة لا يعد مشكلة خطيرة للطيارين، وذلك لأن الطائرات التي تطير فوق المحيطات أو رحلات بعيدة لديها شهادات خاصة تحدد الوقت الذي يمكنها فيه العمل بأمان على محرك واحد. على سبيل المثال، يمكن لطائرة بوينغ 787 الطيران حوالي 330 دقيقة دون المحرك الثاني. 3- هل تحتوي أقنعة الأكسجين على 15 دقيقة فقط من الهواء؟ نعم، هذا صحيح، لكن هذا كاف للطوارئ. عند تراجع الضغط في المكسورة على ارتفاع عال، لن يتمكن الركاب من التنفس، لذلك يستخدمون أقنعة الأكسجين. في نفس الوقت سيقوم الطيار بإنزال الطائرة إلى أقل من 3000 متر، حيث بالإمكان التنفس بشكل طبيعي، ولا يستغرق الإنزال أكثر من 15 دقيقة. 4- ما تلك العلامات اللولبية البيضاء على محركات الطائرات؟ هذه العلامات مختلفة الأحجام والأشكال لسلامة الطاقم الأرضي. على الطاقم الأرضي ارتداء حماية للأذنين لتجنب صوت المحركات المزعج، وعند رؤيتهم للعلامات اللولبية يعرفون أنه ليس من الآمن الاقتراب. كما تساعد هذه العلامات في تحديد الطائرة التي على وشك الإقلاع إذا كان هناك الكثير منها على الأرض. 5- هل يوجد مقعد أكثر أماناً على الطائرة؟ تدعي معظم شركات الطيران أن المقعد الأكثر أماناً خرافة، لكن إحصائيات تحطم الطائرات تقترح غير ذلك. يقولون أن هذا المقعد في الخلف، إذا جلست بالقرب من الذيل فاحتمال نجاتك من حادث تحطم أعلى بنسبة 40% عمن في المقدمة. إذا أردت إجابة أكثر تحديداً فإنها المقاعد الوسطى في القسم الخلفي. 6- لماذا توجد مثلثات سوداء داخل مكسورة الطائرة؟ هذه الملصقات السوداء توجد على 4 نوافذ في المكسورة وتقع على محاذاة الأجنحة.
إذا شكت مضيفة الطيران بوجود مشكلة في الأجزاء المتحركة من الأجنحة، فهي تعرف من أي نافذة تتحقق لتحصل على أفضل رؤية. كما أن عليك اختيار مقعد بين هذه المثلثات إذا كنت تعاني من دوار السفر. يقع مركز ثقل الطائرة في الأجنحة، لذلك ستكون رحلتك سلسة أكثر. 7. لماذا نوافذ الطائرات مستديرة؟ في بداية عصر الطيران التجاري كانت النوافذ مربعة، لكن مع الوقت بدأت شركات الطيران في التحليق على ارتفاعات أعلى، وهذا يتطلب ضغط المكسورة، لكن الضغط المتكرر ثم إزالته سبب تشوه وتكسر زوايا النوافذ. اتضح أن النوافذ المستديرة يمكنها تحمل الضغط على الارتفاع العالي بشكل أفضل، لذلك استبدلت النوافذ المربعة للأبد. 8. لماذا مذاق طعام الطائرة سيء؟ عاد أنك على متن طائرة ولن تحصل إلا على أطباق مسبقة الإعداد، وقد فقدت الكثير من نكهتها، فضغط المكسورة السبب. الهواء في المكسورة أكثر جفافا منه في الصحراء حرفيا، وهذا يخدر براعم التذوق، كما أن هواء المكسورة يسبب تورم بطانة الأنف مما يجعل المذاق أقل لذة. 9. هل من الممكن تجنب المطبات؟ المطبات اضطراب في تدفق الهواء، وتحدث لأسباب مختلفة تبعا للظروف الجوية، بعضها بسبب السحب الركامية وهي من ظواهر الطقس. رغم استحالة تجنب الطائرات للمطبات تماما، لكن الطيارين يبذلون الكثير من الجهد لتقليلها بتخطي مناطق الاضطراب الشديد لراحة الركاب. لكن إذا كنت مسافرا قلقا فإليك نصيحة، اختر رحلات الصباح لأن الهواء يكون أقل اضطرابا حينها. هل تعتقد أن الطيران مخيف؟ أخبرنا في التعليقات. 10. لماذا تفرقع أذنيك خلال التحليق؟ تفرقع الأذن بسبب التغير السريع في الضغط عند الوصول إلى ارتفاع التحليق أو الهبوط. لا يوجد وقت كاف ليتعادل الضغط في الأذن الداخلية مع ضغط الهواء الخارجي. تأتي الفرقعة من دفع الهواء المحبوس في أذنك الداخلية على طبلة الأذن. حتى لا يتحول هذا إلى ألم، حاول مضغ العلكة أو التثاؤب لمساعدة طبلة الأذن على التكيف. لهذا السبب أيضا تسمع بكاء الأطفال عند الهبوط، فهم يعانون من أذانهم. 11. هل طاولة الصينية أقذر الأشياء على الطائرة؟ للأسف تحتوي أسطح الطاولات على بكتيريا أكثر بثمانية أضعاف من أزرار غسل المرحاض، حيث لا يتوفر للطاقم ما يكفي من الوقت لتنظيفها بين الرحلات بشكل جيد. لذلك لا تنسى مسح طاولة الصينية ولا تترك طعامك عليها. بالمناسبة، جيوب المقعد وأبازيم حزام الأمان قذرة بنفس القدر. 12. ما الجنسية التي يحصل عليها الطفل المولود على الطائرة؟ هناك عدة خيارات. يمكنه أن يصبح مواطنا للبلد المسجلة فيه شركة الطيران، البلد الذي ولدوا فيه، أو البلد الذي هبطت فيه الطائرة. عادة ما تتخذ شركة الطيران القرار بالاعتماد على قوانين الدول المعنية، لكن الخيار الأول كان الأكثر شيوعا. أحيانا يحصل الطفل على مكافأة من شركة الطيران، رحلة مجانية من الدرجة الأولى إلى أي جزء من العالم في عيد ميلاده 18. 13. لماذا معظم الطائرات بيضاء؟ أولاً لأن الطلاء الإضافي يضيف حوالي 544 كيلوغرام إلى وزنها، وكلما زاد الوزن زاد استهلاك الوقود، وشركات الطيران لا تريد إنفاق المزيد من المال. كما أن اللون الأبيض يبقي الطائرة باردة لأنه يعكس أشعة الشمس. هناك أيضا أسباب تتعلق بالسلامة، يسهل كشف أي تصدعات أو أضرار أو تسرب للوقود على سطح أبيض، وفي حالة التحطم لون الطائرة الأبيض يجذب انتباه المنقذين بشكل أسرع. 14. لماذا لا توجد مظلات على الطائرة؟ وضع واحدة والقفز من الطائرة بشكل صحيح ليس أمرا سهلا، وقد لا تتمكن من فعل ذلك في حالة الطوارئ. التدريب على القفز بالمظلات يحتاج ساعات طويلة لتعلم التفاصيل المتعلقة بالمظلة والهبوط بسلام. كما أن خبراء القفز بالمظلات لا يمكنهم القفز من ارتفاع أعلى من 4870 متر. أضف أن وضع مظلات بدون خوذات وأكسجين إضافي لكل الركاب يعني إثقال الطائرة بأكثر من 3000
و628 كيلوغرام. اعتدت على ارتداء مظلتي على الطائرة لأني لم أرغب في تسجيلها كحقيبة سفر، وما زلت أتذكر نظرات الركاب الآخرين. كم كان ذلك ممتعا. إذا تعلمت شيئا جديدا اليوم فامنح الفيديو إعجابا وشاركه مع صديق. وإليك بعض المقاطع الرائعة التي أعتقد أنك ستستمتع بها. انقر على اليسار أو اليمين وابقى على الجانب المشرق من الحياة.